السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في البداية أسأل الله أن تكون يا من تشاهدني بأفضل صحة وحال، وأسأل الله أن يرزقنا وإياك هداه البال وطيب الحياة ونعيمها. لنفترض أن لديك اختبار لم تدرس له جيدا، أو مقابلة عمل، أو عرض أمام جمهور كبير، فأنت حينها تكون متوتر، فتعاني قبل الاختبار من أرق في النوم واضطرابات في الأمعاء، وذلك كله بسبب شعور التوتر لديك، التوتر الذي نسميه علميا بالتوتر الطبيعي، لأنه يحفز لديك هرمونان مهمان الكورتيزول والأدرينالين، وهذا يعطيك نشاط كبير وقدرة على إنجاز ما أنت متوتر بسببه فتنجزه بإذن الله. ولكن ماذا لو زاد التوتر عن حده؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، أريد أن أرحب بصديقي العزيز طيب الخلق يوسف أعبو على مشاركته لنا في هذه الحلقة، شاكرين له ذلك. يعني بكل أمانة أعرف أشخاص كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وجدت في هذا الرجل صدق وعطاء مختلف، والكل خير وبركة طبعا، ولكن هي شهادة حق، يعني أحببت أن أدلي بها بحق هذا الرجل. أيضا شاركت على قناته مقطع آخر يمكنكم مشاهدته بعد مشاهدة هذه الحلقة. تفضل أخي يوسف. عائلة محمد غنايم، يا أهلا. شكرا أخي محمد، وسعيد جدا 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 بوجودي في هذه الحلقة معك، وإن شاء الله تستفيدوا منها إذا طبقتم النقاط التي سنتكلم عنها في هذا الفيديو. ولا تنسوا أهم شيء هو أن تنشر الحلقة على السوشيال ميديا إذا استفدتم منها. بعض الأشخاص تجد أن لديهم صعوبة في التركيز أو التذكر، تجده مرة واحدة يصبح حاد الطباع، أو أحيانا أخرى تجده يعاني من نوبات هلع، هو دائم التوتر، وحتى من الأمور الروتينية في حياته. مثل هذا الشخص ربما يكون أنا أو أنت في يوم من الأيام لا قدر الله، فهناك في العالم 7 مليون شخص مثل هذا الشخص، أو يعانون من اضطراب القلق العام أو اختصاره جاد. كيف نقلل من التوتر والضغط والقلق؟ أنا سأعطيكم بعض النقاط، وهذه النقاط أنا طبقتها شخصيا في حياتي. النقطة الأولى، حاول دائما أن تشغل نفسك. كلنا نعلم أن الإنسان إذا كان كل وقته أو معظم وقته فارغا، وبالخصوص إذا كان يعاني مسبقا من القلق والتوتر والضغط وكل الهموم النفسية، المسألة ستتضاعف أكثر وأكثر إذا لم تكن تشغل نفسك بشيء معين. أنا سأعطيكم مثال وستفهمون المعنى. هل في يوم من الأيام كنت نائم والصمت يعم المنزل، وتستطيع أن تسمع قطرة الماء تنزل في الحمام أو تنزل في المطبخ؟ طبعا ستسمعها بوضوح. طيب في المقابل، هل تستطيع أن تسمع قطرة الماء وهي تسقط؟ إذا كان معك ضيوف في المنزل، أو كنت تتكلم مع شخص، لن تستطيع، مستحيل أن تسمعها. لماذا؟ لأن ذهنك منشغل بشيء آخر. ستسألني وبماذا سأملأ وقتي؟ بماذا سأشغل نفسي؟ مثلا تستطيع أن تتعلم لغة معينة. بكل تأكيد تستطيع أن تتعلم لغة جديدة بدون أن تذهب للمدرسة، توجد عدة كورسات على الإنترنت وعلى اليوتيوب. أيضا حاول أن تتعلم حرفة معينة، وبالخصوص إذا كانت هناك حرفة تحبها، هناك عدة كورسات لتعلم الحرف على الإنترنت، كل شيء موجود في الإنترنت. أيضا تستطيع قراءة الكتب. أنا لدي في قناة مساحة فقرة خاصة للكتب والروايات اسمها فقرة أمة اقرأ. النقطة التالية، فكر في الحاضر. أنت تشعر بالتوتر يا صديقي وأخي في الله لأنك تفكر في الماضي كثيرا، تفكر في أخطاء ارتكبتها أو ارتكبت بحقك، تفكر في أمور لو عاد بك الزمان لما فعلتها، تفكر في سنين مرت من حياتك لم تستفد منها، تفكر في الماضي كثيرا فتتوتر. وما بين توترك وتفكيرك في الماضي تنسى حاضرك ولا تفكر به، ليصبح لاحقا من الماضي الذي أنت متوتر أساسا بسببه. فيا أيها الحزين الطيب، أرجوك فكر بحاضرك، فكر أن ما تملك الآن من وقت يمكنك أن تبدأ به من جديد ما شئت، يمكنك أن تكمل به ما بدأت في الماضي. فكر بحاضرك لأنك تتحكم به، تغير به، تطور به ما شئت بإذن الله. فكر بحاضرك لأنه الباقي لك. اكتب الآن ما تريد أن تفعل على ورقة، ورتب أفكارك، وابدأ بإذن الله وتوكل على الله. كتابة الأفكار أمر مهم جدا في تخفيف التوتر لديك، لذلك تجدنا كلما اقترب الاختبار وزاد التوتر نقوم بعمل برنامج دراسة. ربما لا نلتزم بهذا البرنامج، ولكنه من المؤكد أنه يخفف التوتر. فرتب أفكارك واكتبها، لأنها من المؤكد تساعدك في التحكم بتوترك. النقطة الثانية، حاول أن تمارس الرياضة. أنا شخصيا لدي قصة مع ممارسة الرياضة، ومتابعي قناة مساحة يعرفونها، لدرجة أنني أنشأت قناة
قناة على اليوتيوب كلها تهتم بالرياضة برياضة الحديد. وهذه الرياضة بالنسبة لي شخصيا أنا قلبت حياتي وحولتني من إنسان سلبي لإنسان يفكر بإيجابية في كل أشياء. يعني إنسان تحولت حياته فعليا. والفضل كله يعود لبعض الأصدقاء الذين نصحوني، بل هم من أخذوني معهم إلى الجيم. الرياضة هي أكثر وسيلة تستطيع أن تنفس بها عن غضبك، قلقك، توترك وكل همومك النفسية. عندما تدخل للصالة لا تركز في أي شيء سوى في الرياضة التي تمارسها. بالمناسبة ليس بالضرورة أن تذهب للنادي، تستطيع أن تمارس الرياضة في منزلك، في الشارع، تستطيع أن تجري أو تمشي مع أصدقائك، أقاربك، صديق معين، أو حتى مع زوجتك. يعني يوجد لديك الكثير من الاختيارات. النقطة التالية، فكر بالمستقبل ولكن بذكاء. أخبرتك أن التفكير في الماضي كفيل أن يوتر الحجر، فلا تفكر به، ولكن التفكير في المستقبل مهم. يعني نجد بعض الناس تقول مثلا إذا كنا في النهاية سنموت ما الهدف من الدراسة، خصوصا يعني الطلاب في الثانوية العامة بسبب ضغط الدراسة. صحيح، فأريد منك أن تفكر في المستقبل ولكن بطريقة ذكية. إذا كنت خائف من الفقر في المستقبل، تذكر أن الله الرزاق. إذا كنت خائف من المكانة التعليمية والدراسة في المستقبل، تذكر أن هناك أشخاص وصلوا لنجاحات عظيمة جدا دون شهادات تقليدية. حاول أن تجد لنفسك مبرر يساعدك في الوصول لأهدافك دون أن يكون هذا المبرر مسكن ألم يبقيك مكانك. وهنا يوجد آية قرآنية أبقيها أمام عينيك، ألصقها على جدار تراه يوميا في غرفتك مثلا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمعن هذه الآية الكريمة وكررها كلما شعرت بالتوتر، كلما شعرت بالتوتر خصوصا من المستقبل، فالله سبحانه وتعالى سييسر لك كل الأسباب التي تجعلك تصل لأهدافك التي تطمح لها في المستقبل. النقطة الثالثة، وهي لا تنتظر أبدا الشكر من أحد. من أهم الأشياء التي ستجعلك مستقر وسعيد في حياتك هي أن تقوم بفعل شيء جيد وألا تنتظر أبدا الشكر أو المدح من أي أحد. كم من شخص يقوم بفعل الخير معين مثلا في الشركة التي يعمل فيها، ولكنه في المقابل ينتظر الشكر من المدير أو من الموظفين، وإذا لم يشكره أو يمدحوه كره ذلك الخير الذي فعله. كيف ما كان هذا الخير؟ وهذا ليس شيء غريب، فأنتم تعرفون أن هناك أناس في مجتمعاتنا مثلا يقوم ببناء مسجد أو حفر بئر، ليس لأنه يريد أن يفعل ذلك الخير لوجه الله، لا، بل يريد أن يفعل ذلك الخير لسبب واحد فقط، وهو أن يقولوا الناس فلان بنى مسجد ويشكره ويمدحه في المجالس، أو فلان حفر بئر ويشكره ويمدحه في المجالس، أو يريد أن تتكلم عنه الصحف مثلا. وإذا لم يتكلم عنه أي أحد ولم يشكره أي أحد ولم يذكره أي أحد، لن يغضب فقط، بل سيتمنى لو يهدم ذلك المسجد أو يغرق ذلك البئر. لذلك دائما لكي تعيش حياتك بطمأنينة، افعل الخير كيفما كان هذا الخير، ولا تنتظر المقابل، لا تنتظر الشكر أو المدح أو أي شيء. النقطة الأخيرة، أنصح الجميع بتطبيقها، تعرض لضوء الشمس يوميا. يعني هذه نصيحة طبية مهمة جدا. الكل منا يوميا ربما يكون تحت الشمس بسبب ذهابه لعمله أو جامعته أو دراسته، أو هو يعمل أساسا تحت الشمس، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود عندما تشعر بالتوتر اذهب وامشي تحت الشمس، وخصوصا شمس الغروب. شمس الغروب تحفز الناقل العصبي السيروتونين المسؤول عن المزاج، وتكلمنا عنه سابقا كثيرا. فتجد الناس لذلك تحب الغروب وتحب المشي أثناء الغروب، فهذا الأمر يخفف من التوتر بشكل عالي جدا. حاول أيضا أن تزيد من فيتامين B6 في جسدك، هذا أيضا مرتبط بالسيروتونين الناقل العصبي المسؤول عن المزاج، أيضا أكثر من المغنيسيوم. المغنيسيوم يوجد بكمية قليلة في الأطعمة التي نتناولها بشكل روتيني في حياتنا، لذلك أكثر من المكسرات والخضروات الخضراء. والأهم من التعرض لضوء الشمس والمغنيسيوم ما يسمى بالأوميغا 3 الذي يوجد في السمك. يعني أخبرني متى آخر مرة أكلت سمك، خصوصا الناس التي تسكن مثلي يعني بعيد عن الساحل أو الشاطئ،
فالأوميغا 3 يعني يحد بشكل كبير جدا من الاكتئاب، حتى أنهم وجدوا في دراسات كثيرة أن البلدان التي تعتمد في مصادر غذائها على الأسماك تعاني من نسبة مكتئبين أقل من الدول التي لا تعتمد هذه الوجبة الغذائية. في النهاية أحبتي في الله، أضع لكم كل النقاط التي ذكرناها على الشاشة، ونتمنى وأخي يوسف أن نكون قد قدمنا لكم الاستفادة ولو بشيء يسير. أشكر صديقي يوسف على وجوده، فشكرا لك، وحياكم الله جميعا، ودمتم في أمان الله.